اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتي، انا معاكم لينا. وفي الفيديو النهارده هنشوف اول تطعيم ممكن الجراوي او البوبيهات الصغننه تاخده. جبنا بوبي جديد صغنن جيرمان شيبرد، مش هما دول، لسه هو هيظهر معانا في الفيديو. فطبعا اول حاجه بنعملها اول ما نجيب كلب او جراوي، لازم اول حاجه نعملها نوديه طعم. التطعيم ده بيرفع مناعة الكلب وبيخليه طبعا آمن لأهل البيت وكده. فروحت بيه بقى العيادة اللي جنب المنطقة بتاعتنا يعني، ووديته لدكتور متخصص، وهنشوف مع بعض الكلام اللي الدكتور قاله بالظبط على موضوع التطعيم ده. اهو الكلب بتاعي نوعه جيرمان شيبرد، وطبعا التطعيمات دي بتبقى لكل انواع الكلاب. يعني تطعيم اول تطعيم ده هيبقى معانا في الفيديو، ده اول تطعيم لكل انواع الكلاب مش الجيرمان شيبرد بس. التطعيم بيكون من سن 30 يوم للجراوي. بسم الله ما شاء الله. هو ده دلوقتي بعد ما راح الطعم بشهر كده، لان انا كنت عامله الفيديو من فتره ولسه بدا اعمله ايديتنج. وبيبقى فيه كذا تطعيم بقى، ممكن كمان ابقى اعمل لكم فيديوهات تانية على بقية الحاجات الضرورية والاساسية للكلاب او الجراوي. احنا هنا رايحين في المنطقة اللي جنبنا اللي فيها العيادة، اسمها عيادة البيطراوي. دي العيادات للتطعيمات بتاعة الحيوانات، وفيها طبعا كل مستلزمات الحيوانات سواء كلاب او قطط من اكل والعاب ودراي شامبو وحاجات كده. وبرضو اي حاجة من مستلزمات الحيوانات تقدروا ممكن تجيبوها من امازون وتوصلكوا لغاية باب البيت. هسيبكوا بقى مع كلام الدكتور المتخصص في التطعيم. صوتك مش هتظهري، ما تقلقيش، بس يبقى صوتك ظاهر. ممكن هو عندنا بقاله اسبوع وهو عنده 45 يوم. نيجي فين؟ اوكي، قولي لنا بقى ده بيبقى ضد ايه، او هو كام تطعيم كده، هو عنده قد ايه الاول؟ 45 يوم. بياخد تطعيم ثنائي بيبقى ضد الدستمبر والبرضو، اثنين فيروسز بتصيب القفز الصغيرة. اوكي تمام. طب والثماني، كنت سمعت عن موضوع الثماني ده. الثماني لما بيتم 3 شهور او 4 شهور هو كده كده بياخد جرعة ثنائي، بعدها ب21 يوم جرعة خماسي، بعدها ب21 يوم جرعة ثنائي. ويفضل بعد 21 يوم تانية يتنشط جرعة السمين. الجرعة 5 يوم. حضرتك بتعملي ايه بقى؟ بالبيشن بس للمف نود عشان نتأكد ان الجسم خلاص شفته. اوكي، عمالين يقولوا اصله بيحود وحاجات كده. بيحود يعني بيمشي بجنب. لا لا ما شاء الله. ياكل كويس؟ الحمد لله كويس. هل بيعمل تويلت؟ لا. استحمى الفترة اللي فاتت؟ امتى؟ استحمى امتى يا سراج اخر مرة؟ امبارح. خلال فترة تطعيمات ما تحملوش عشان مناعته ما تضعفش. سو بيدخل في التينة، هما ممكن وايبس بقى او حاجة مغلولة يتنظف فيها، بس بلاش عمق. لو حضرتك تقولي لي اسم التطعيم برضو عشان انا ما سمعتوش كويس. ثنائي. تطعيم ثنائي. سيد ده ولا ايه؟ عارف Thank you.
واحس اول مره يطلع الاصوات دي. عادي لو اتمشى في الشارع او كده، عشان كانوا قالوا لنا ما يتمشاش في الشارع. ما يتمشاش لغايه امتى؟ خلص تطعيمات عشان منعته. تطعيمات لغايه اللي هي ايه 3 شهور. انا خلص جرعتين خلاص كده. ده التطعيم. طيب التطعيم اللي جاي بتاعه امتى بقى؟ كمان 21 يوم ان شاء الله. اسمه ايه بقى؟ هيبقى خميس ان شاء الله. هو كده اخد الثنائي؟ لا اخد الثنائي. ثنائي؟ وبياخد تطعيم بعد كده كل قد ايه؟ التطعيم الجاي هيبقى يوم 16/9 ان شاء الله، وبعدها ب 21 يوم تاني هياخد، يعني يوم 16/9 هياخد الخماسي، وبعدها ب 21 يوم هياخد جرعة ثماني، وبعدها ب 21 يوم جرعة ثماني تاني. ويقعد بقى عليها سنة كده. بالظبط كده. ده بيبقى جواه السعار صح؟ ده غير السعار. غير السعار ولا جواه السعار؟ لا غير السعار. السعار بياخده امتى؟ بعد جرعة الثماني التانية. بعد اخر تطعيم. اسمه ايه؟ سكاو. سكاو سكاو سكاو. وزي ما انتوا شايفين لما بتروحوا اول مره تطعموا الكلاب بتاعتكم او القطط مكان التطعيم، بيدوكوا الدفتر ده وبيكتبوا فيه اسم الكلب واتولد يوم ايه، وبيكتبوا لكم كل تطعيم بتاخدوه، يعني البوبي بياخده بيدوله بيحطوا له الستيكر وبيكتبوا جنبه التاريخ وكده، علشان تبقوا عارفين الهيستوري او الحاجات اللي اخدها الكلب ده. وبعدها سكاوت اللي هو الكلب بتاعنا راح للدكتور، فطلع ان هو عنده نقص كالسيوم، رجليه شوية بيعرج، والدكتور كتبت له على ادوية وعلى نظام الاكل وكده، علشان ان شاء الله باذن الله صحته تتحسن. ادت له فيتامينز بتتاخد 2 سنتي في بقه بسرنجة كده كل يوم يومين لغاية لما الازازة تخلص. وطبعا جوه محلات او عيادات التطعيم بيبقى موجود كل حاجة هتحتاجوها، علشان ما تدوروش وتلفوا كتير، او زي ما قلت لكم ممكن تطلبوها من امازون وتجيلكوا لغاية باب البيت.